حبيبي أنا مبسوطة جدا جدا إن انتوا كنتوا شاطرين وجمال النهاردة واستوعبتوا كل الدرس وكنتوا هاديين، وكمان كل أسئلتكم اللي انتوا قلتوا عليها أنا جاوبت عليها وكلنا كنا مبسوطين طول الحصة. شكرا يا ميس على الحصة الجميلة دي، أنا بجد استمتعت جدا واستفدت كتير قوي، وإن شاء الله الهوم ورك اللي حضرتك قلتيه كله أنا هعمله. شكرا يا ميس، أنا وأختي هنعمل كل اللي انت قلتي عليه ومش هنزعلك خالص خالص. شكرا يا ميس، أنا بحبك قوي. يا ولاد يلا ننزل تحت بقى علشان ناخد الأكل بتاعنا في المطعم، وفي البريك بتاعتنا نقضيها بحلو، وبعدين نروح على درس الساينس مرة تانية. شوفوا بقى هتختاروا ايه من الاكل بتاعكم النهاردة علشان ناكل وبعد كده نطلع الحصة بتاعتنا بتاعت الساينس. انا هختار فاكهة بس، انا مش عايزة اكل حاجات كتير، هروح اختار نوع الفاكهة اللي انا عايزاها ونقعد بقى ناكل. انا كمان هاخد زي اختي فاكهة بس. فاكهة ايه دي؟ لا انا عايزة اكل كتير، انا هاكل ساندويتش وهشرب لبن وممكن اخد عصير بعد كده، بس بقول لكم ايه، احنا مش عايزين نتأخر كتير قوي علشان دلوقتي الحصة هتبتدي كمان 10 دقايق، هم 10 دقايق بالظبط. لا ما احنا مش هنتأخر، يا دوب نخلص اكل ونطلع على طول، بس يلا كل واحد يشوف هو عاوز ايه بسرعة. يلا يا اختي، طيب انا كمان هنقي معاكي. طيب تمام خلاص كده يبقى احنا متفقين، نخلص اكل ونطلع جري 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 على الحصة بتاعتنا. خلاص زي الفل. انا بحب حصة الساينس دي قوي يا جماعة، بحس كده ان انا بتعلم حاجات جديدة وحاجات مفيدة وحاجات بتفيدني كتير قوي. انا كمان بحبها قوي، كل الحاجات العلمية دي بتشدني جدا، يعني بصوا قد ايه احنا بنعمل معاهم تجارب وحاجات جميلة. انا كمان بحبها قوي، انا واختي بنحبها كتير كتير. ايوة انا كمان بحبها، تخليني كده احس ان انا بعمل حاجة جديدة، انا بحبها قوي قوي قوي. خلاص يا جماعة احنا كده خلصنا كل الحصص بتاعتنا، احنا نروح بقى وبكرة نتقابل تاني في المدرسة، كل واحد يعمل الهومورك بتاعه، اوعوا تنسوا الهومورك ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. طبعا طبعا كلنا هنعمل الهومورك بتاعنا ومحدش ابدا هيأثر في الموضوع ده خالص. يلا بينا بقى يا اختي علشان خلاص احنا كده اتأخرنا. ماشي يلا بينا علشان نلحق نروح البيت.